بعرف انه بتقهر انك انت تخسر حدا مثلي، ما بيتقدر، ما بيتشبه، ما بيتعوض. قول عني مني وفي وقت الشدة بختفي. حضر الكاتب والشاعر علي المولى حفل اطلاق اغنية طياب للنجم هدي اسود، وكان لنا معه لقاء خاص تحدث فيه عن ابرز نجاحاته بالفترة الاخيرة. بالبداية علي خبرنا عن صداقته ورأيه بالنجم هادي أسود. هيك هادي قصة كبيرة. هادي عنده المقومات كلها، أخلاق، شكل، ترتيب، صوت، ومتمكن بصوته، يعني بيقدر يجيب طبقات، بيقدر يعني عنده كل المقومات. ثابت يمكن ظروف معينة أو سوء اختيارات، أو الواحد بيمرق بفترات بالحياة، بس أنا بالنسبة لي هادي عنده كل المقومات. علي كشف لنا عن تعاون جديد رح يجمعه بهادي. أنا مش طار عليه فكرة، أنا أوريدي عطيه غنيتين، يعني من بعد هاي في غنيتين إلي مختلفين علي وع هادي، فإن شاء الله يكون وجهه خير علينا اثنيناتنا يعني، وبتمنى أكون أنا جزء من نجاحه يا رب. آخر أعمال علي يلي صدرت كانت أغنية صبر رباعي يا بنات الحلال، فكيف لمس علي النجاح يلي حققه العمل؟ يا بما أنك ذكرت صبر رباعي اللي هو آخر عمل نزل، هلأ هذا العمل بالنسبة لي بيختلف عن كل الأعمال بمسيرتي. أول شيء خالي علي المولى اللي هو مدير أعمال صابر بعرفه من 96، كنت كتير صغير فأنا بعيط له عمو صابر. فهذا العمل بالنسبة إلي كان شخصي جدا، بعيدا عن كفنان عم يغني، لا أنا عمو صابر عم يغني لي، فكان عمل شخصي وحبيت انطل بطريقة مختلفة، الموضوع يكون مختلف، وانبسط انه قدرت هيك نلاقي نجاح او العالم حبت، والنجاح من عند الله فالحمد لله. من الاعمال اللي حققت نجاح كبير من كلمات علي مؤخرا اغنية اصالة مني وفى، فشو بخبرنا عنها؟ هالغنية انا كعلي عندي غرام باغاني الايجو، الاغاني اللي بس واحد يسمعهم هيك بعرم، اللي هو انه مثل غنية اصالة اللي هي بعرف انه بتقهر انك انت تخسر حدا مثلي، ما بيتقدر، ما بيتشبه، ما بيتعوض، انك عطول عارف قيمة نفسك. بحب هيدا النوع من الاغاني، وانبسطت كتير بالتعامل مع اصالة، سبيشالي اصالة يعني اسطورة، فان شاء الله يا رب كون قدرت صبت معه. بعد ما ارتبط اسم علي بالنجاحات قديش صارت المسؤولية كبيرة؟ أوقات النجاح بخوف بمحل، قد ايه بدك تضلك قادر تضلك ناجح، قد ايه بدك تضلك قادر تحافظ على المستوى، قد ايه بدك تضلك قادر تكون عند حسن ظن الناس اللي بيحبوك، لأن على طول متوقعين من علي. طيب فهذا شيء حلو ممتع أنا بالنسبة إلي، بس متعب إنك على طول تتجدد، تظهر من حالك، تجرب ما تشبه حالك، ما توقع بفخ التكرار اللي وقعوا فيه كتار، يعني على طول بتلاقي انه ايه خلاص ما نفس الشيء، لا انا على طول بحاول غير وعم حاول، فان شاء الله اقدر يعني. شو رأي علي بنجاح اغاني مع كلمات ضعيفة لمجرد انتشارها على مواقع التواصل؟ بقول لك شيء، خلي التراب يكتر ببينوا الجواهر اكتر، يعني قد ما زادت الموجة اللي هي الأغاني اللي هي دون المستوى، وهي تعد فن، يعني هو فن بالآخر، بس هي دون المستوى اللي هو دون المستوى اللي بيقولوا الذوق الرفيع لنسميها بهالطريقة، يمكن في منهم كتير أوكي ليل اللي حاملين راية الفن، بس بضل في بس قد لو نزل 100 من هوليك تنزل غنية بتمحيهم كلهم. شو الأعمال الجديدة يلي عم يحضرها علي؟ الحمد لله في عندي كتير تعاملات، عندي إليسا قريبا، سلطان طرب، جورج وسوف، فارس الغنية، عاصي الحلاني، الوليد الحلاني، نادر القتال، مروان الشامي، وهادي.
الكل ناطر تعامل علي مع إليستا بالألبوم الجديد، فشو بقلنا عنه؟ ما بقدر أحكي مواضيع، مش لأنه أنا ما بدي أحكي، بس لأنه أدبياً ما فينا نحكي، لأنه الفنان هو اللي بيملك الغنية. بس اللي بقدر أقوله أنه طابع رومانتك نوعاً ما، والله قدرنا تكون بالمستوى.